مين الصحفي الأقرب للرئيس السادات في مرحلة حكمه؟ أنيس طبعًا. الأستاذ أنيس منصور. آه طبعًا. وكان يقوم بمهمات خاصة، كان يفيد في مهمات خاصة في وقت من الأوقات. هو كتب هذا الأستاذ أنيس. كتب ده. نعم. هو كمان لأنه أنيس كان له علاقات شبه جيدة بالإسرائيليين، وإنه كان أيضًا يتعرف على سمدار بيغي وهي صحفية إسرائيلية شاطرة في دعوت أخرونوت، وأعتقد إنه أيضا فضلا عن إنه أنيس يعني كان هو الشخصية المقربة جدا من الرئيس. لكن وضع أنيس عندما يكتب ما تعرفش أنيس اللي بيكتب ولا الرئيس السادات اللي بيكتب يعني. طيب هتسمح لي هطلع فاصل، بعد الفاصل عايز أعرف رأي حضرتك تقييم في جمل لمرحلة الرئيس السادات، ثم أنتقل إلى الرئيس مبارك. حضرتك أول من أجرى معه حوار صحفي في مجلة المصور بعد توليه رئاسة الجمهورية في ظرف صعب جدا، ما الذي تغير في الرئيس مبارك؟ أعرف أنه تحدث إلى حضرتك في وقت من الأوقات عن أنه لا يحب لابنه أن يكون في هذا المجال الصعب أو في الظروف الصعبة، ولكن طرأت على الأمور أمور سنعرفها بعد الفاصل من كاتبنا الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد.